ناتالي انضمت لنا بحلقة جديدة من Eat Smart، واليوم رح نحكي عن المأكولات يلي لونها بنفسجي فايلت. موجود ناتالي؟ صباح الخير. يعني صرت عم فكر شو في مأكولات فيولي، فكرت بالخوخة، فكرت بالبلوبري. اوكي، شو كمان؟ في كتير مأكولات وخضرة وفواكه لونها. في بروكولي مظبوط، بس بروكولي صح. هلا رح نشوف في كتير انواع من الخضره والفواكه من هاللون هيدا، ويمكن نحن مش كتير معودين انه نستهلكها، ولكن هالانواع من الخضره والفواكه بتعطينا فوائد غذائيه كتير مهمه، وكل هالفوائد الغذائيه لها علاقه بلون معين من البيجمان او ملون طبيعي اللي هو الانتوسيانين. وهالانتوسيانين اللي هو جاي من كلمة فلاور ولون هاللون هيدا الكتير مهم. هالانتوسيانين عندها فوائد انتي اوكسيدانت، يعني اكيد بتكافح الاكسدة، ولكن ميزتها بالاخص هي انه في دراسات انعملت على هالمادة هاي، لقوا انه بتكافح تصلب الشرايين، بتساعد كمان خلايا الدماغ بالاخص انه تضل بصحه جيده اذا فيني اقول. ووقت اللي بنحكي عن صحه الدماغ وصحه خاصه الميموار او الذاكره، بنفكر باكيد البلوبيريز. البلوبيريز عاده هن اكثر نوع من هالفئه هاي من الفواكه هاللي انعمل ضجه كثير عليها. هيدي منا بلوبيري، ميرسي على الصوره، هيدي ادلبري، منا كثير معروفه عنا بلبنان، بس مزبوط نحن هلا يعني هلا هلا موسمها. مزبوط صح، انا عازره عليه. دونك هيد في اكيد في التوت اللي نحن معودين عليه، وبالتوت في نوعين. هيدي توت، هيدي ملبري، ملبري بسموها، وهيدي البلاك بيري اللي نحن معودين. لا غلطت انا، هيدي ملبري وهيديك بنسميها بلاك بيري. هلا وقت اللي نحكي عن كمية الأنتوسيانين بها الأنواع من الفواكه، الفواكه اللي شفناها هلا إن كان بلوبيري أو حتى الأدلبيري أو حتى التوت، في نوعين من التوت نحن معودين عليها، بتحتوي على أعلى معدل من الأنتوسيانين اللي حكيت عنها. مشان هيك بيقولوا إنه لازم ناخد بلوبيري تنحسن الذاكرة تبعتنا. مشان هيك بيسموها سوبر فود. هي سوبر فود يعني كلمة كتير كبيرة، كلمة كتير كبيرة. سوبر فود فيها تعني كتير اشياء، يعني ما سوبر فود شوي كلمة فيها ماركتينج أكيد، بس أكيد تحتوي على ميزات غذائية. إذا بدنا نجي نطلع على مأكولاتنا كلهم بيطلعوا سوبر فودز، لأنه بيعطونا عناصر غذائية مهمة. طب نتالي، غير التوت كل هوليك اللي عم فكر فيهم هي القشرة يلي فيها لون، وما بناكلها القشرة صح. يعني صح. غير الخوخ، بس ما في ناس بعد بيقشروا الخوخ، باذنجان بنقشرها. اوكي، هلا غير بما انه عم تحكي عن السوبر فود البير، قبل ما نحكي عن الخضره والفواكه اللي بتتقشر اكيد، خلينا نحكي شوي عن ميزات التوت، لانه هلا موسم توت، يمكن خلص موسم التوت، بلشنا. لا التوت بعد ما بلش. في توت صار يا عمي بالجبل بعد ما بلش، واخر الصيف حقتك على العالي كثير. بالوقت اللي نحكي عن التوت، ما لازم ننسى انه هو منه بس انتوسيانين، يعني منه بس هالبيجمان هيدا، في كمان نسبة سكر ضئيلة جدا، في كتير مي، وفي كتير فايبرز. يعني وقت اللي نحنا ناخد كاسة من التوت أو من البلوبيري، نحنا بالأحرى بالتوت مش البلوبيري، منكون عم ناخد كمية ألياف كتير عالية مقارنة لغير أنواع من الفواكه، لأنه من وراء البذر اللي موجود فيه أوقات، إن كان بالتوت أو غير أنواع من هالأنواع من الفواكه. دونك هيدي كميزات للتوت. وقت اللي ننتقل لأنواع تانية من الخضرة اللي عم بتقلي إنه أوكي، وقت اللي نحكي عن الخوخ الأحمر، ما بعرف إذا فينا نشوف الصورة اللي بتحتوي على كل أنواع الخضرة والفواكه اللي لونها موف. بنحكي عن الخوخ، عادة الخوخ بيكون قشرته فيها هالبيجمان هيدا. بنحكي كمان عن الباذنجان، لسوء الحظ احنا الباذنجان بنقشره معظم الاوقات قبل ما ناكله، وانتوسيانين موجوده بالقشره. دونك انا بشجع اكيد المشاهدين انه ما يقشروا الباذنجان، اكيد حسب الوصفه اللي عم بيستعملوها، بس بالاجمال افضل نخلي هالقشره هي وناكلها، لانه بالنهايه هيدي يعني غير ما اذا انسلقت الباذنجانه، يعني اذا عم تعملي محشي صح باذنجان محشي، بتترك
بتترك القشرة سينو إذا شويت البتنجان مش ضروري تقشرها بس تنشال القشرة بعدين مش ضروري حسب إذا عم تعمل بتنجان بطحينة أكيد بدك تشيل القشرة بس بالإجمال فينا نقطع البتنجان ونشوي مثل ما منشوي البطاطا منشوي كل أنواع الخضرة هلأ قلت شغلة كتير مهمة هي أنه نسلق هالبيجمان هيدا ما لازم كتير نعرضه للحرارة وخاصة ما لازم نسلقه لسبب أنه منخسر من هالمادة هاي يعني الحرارة أكيد بتأثر مهم أنه المأكولات اللي بتحتوي على هالأنتوسيانين تنحفظ بالبراد يعني أنا عم بحكي هون كمان عن الملفوف الأحمر نعرف أنه الملفوف الأحمر بنعمل منه عصير بنعرفه لأنه بنعمل منه عصير ومنلون فيه البيض بفترة باك بس وقت اللي نسخنه وقت اللي نسلقه هالمادة هاي بنفقدها يعني بنفقد تقريبا 60% من هالمادة هاي خاصة إذا انسلق يعني إذا زدنا له مي وسلقنا دونك الباذنجان وقت اللي نسلقه بنفقد نسبة من هالأنتوسيانين اللي موجودة بهالأنواع من الخضرة الملفوف الأحمر بنعرفه كسلاد بنعرفه كولسلو فينا نزيده على كتير أنواع من السلطات مش ضروري إنه نزيد له مايونيز بس نعمله بالسلطة فينا ندخل له جزر وعلى سيرة بس الجزر بس إذا دخلنا مايونيز بعدنا عم نستفيد من 100% صح من هالمادة يعني هذا الشيء الوحيد لهلأ صح it's good fresh يعني exactly وفي غير إنه بيحتوي على fibers بيحتوي على مواد تانية أنتي أوكسيدانت موجودة بفئة الملفوف اللي كمان مهمة جدا لمكافحة خاصة سرطان البروستات وقت اللي نحكي عن المادة المعينة اللي موجودة بفئة هالأنواع من الخضرة وفي شغلة كمان لازم نعرفها إنه نحنا وقت اللي ننوع باستهلاك هالأنواع من المأكولات نحنا منكون عم نساهم بكمية زايدة مهم كتير إنه هل مادة اللي عم نخدها أفضل نخدها وقت اللي تكون نية مشان هيك التوت والبلوبري نسبة هالمادة هاي أعلى لأنه كمان نحنا منحفظها بالبراد ومنرجع بعدين منكلها نية من الشجرة للتم هلأ شغلة كمان مزبوط صح هلأ أكتر شيء فيك تستفيدي من 100% هلأ مش الكل يمكن عندهم هال بس أنا ما بيضاين كتير التوت كمان دونك إجمالا ما بيكون صار له زمان صح هلأ شغلة كمان مهمة للناس اللي يمكن ما عندهم هالبوسيبيليتي إنه يقطفوا من الشجرة ويأكلوا توت الفواكه المفرزة عادة هي شغلة بديل كتير مهمة لأنه نحن بنعرف إنه الفواكه مثل التوت مثلا أو غير أنواع من البرز وقت اللي بتنقطف ودغري بتتفرز بالمحلة يعني بتضل تحافظ على الفوائد الغذائية اللي موجودة فيها حتى الفيتامين سي لأنه الفريزر بيحافظ على هالفيتامينات ومنها هالأنتي أوكسيدان هذا اللي موجود بهالأنواع من الفواكه اللي هو الأنتوسيانين دونك الفواكه المفرزة ألترناتيف كتير مهمة بديل جيد بديل كتير مهم لهالأنواع من الفواكه اللي ممكن أنه ناخدها ونستفيد منها كنا عم نحكي عن الجزر قبل كنا شفنا سلاد فيها أكيد ملفوف أحمر وجزر الجزر لونه الأساسي من أقدم ألوان مظبوط ألوان الجزر هي اللون الموف هلا يمكن وقت اللي ناخد جزرة موف ما بنتقبلها أو بطاطا لونها كمان موف ما منحب يمكن اللون ملاقيها غريبة بس هي بالنهاية موجودة وأكيد فيها نفس المادة اللي عم بحكي عنها اللي هي هالأنتوسيانين هيدا اللي لازم نستفيد منها فإذا لما طورنا هالنوع من الخضرة لنعطيها ألوان بتسوق لها بطريقة أهين خسرنا هالمواد يعني الجزرة صح. اليوم يلي صارت لونها أورانج صار فيها غير مادة صار فيها غير مادة اللي هي الكاروتين صح فيها غير أنواع أنتي أوكسيدان من اللوتيين وإلى آخره بس فقدنا هالأنتوسيانين اللي موجودة بالجزرة الموف اللي مش معودين عليها في بندورة السوداء هل السوداء من وراء هالشي كمان؟ هي منها سوداء في عدة فاريتي بندورة في السوداء اللي بتحتوي على نسبة عالية من الأنتوسيانين وفي كمان الموف البندورة الموف اللي غير السوداء يعني هو بالنهاية الخضرة بس ناكلها والفواكه هي خليط عدة أنواع من المواد المفيدة للجسم وبنفس الوقت اللي يمكن نحنا منخدها أنه for granted أنه هيدي موجودة أنه سوت لا هيدي كمان إلها فوائد وكل ما لوننا صحنا كل ما استفدنا أكثر من هالمواد هيدي بنظامنا الغذائي يعني عن جد النظر مهم وعن جد تشكيل ألوان صح بالأكل إله
له فوائده مش بس منظر بس كمان تشكيلة فيتامينات وتشكيلة مينرالز وتشكيلة كل هالأمور يلي بتساعد صحتنا. كمان الخضرة والفواكه اللي بتحتوي على هالمادة هاي عنا أكيد العنب، العنب الأحمر اللي بنعمل منه أكيد نبيد أحمر. هلأ هالأنتوسيانين موجود مثل ما قلت بالأول بالقشري، هلأ في فاريتي من العنب بيحتوي كمان على هالمادة هاي بقلب حبة العنب عادة. وآخر شيء وأهم شيء بعتقد هي البصل الأحمر الهندي اللي نحن ما كتير معودين يمكن أنه نستهلكه، اللي كمان بيحتوي على هالأنتوسيانين. أهم شيء هالبصل بالأخص نحفظه بالبراد، مش مثل ما معودين نحفظ البصل عادة برا. نتالي مرسي على هالحلقة الفيوليت المهضومة. Thank you very much. Break ومنكمل live.